طب شيخ احمد، وانت احد رجال لجنه الفتوى في الازهر، انا عايز اسالك سؤال. اللي بيحصل دلوقتي في شهادات الاستثمار ده حلال ولا حرام؟ ربا ولا مش ربا؟ حرام وهو ربا صريح. لا قولها تاني، قولها تاني معلش. حرام وهو ربا صريح. ليه يا استاذ احمد؟ انا عاوز افهم الناس ليه. انا دلوقتي راجل معايا 1000 جنيه، رحت اشتريت بيهم شهادات استثمار بفايده 18% زي ما بيقول. البنك بيعمل ايه؟ بياخد من احمد ومحمد وفلان وزيد وعبيد، بياخد منهم ويروح يعمل يدي قروض لغير الناس دي. يدي بقى سواء كان يدي لمقاول، سواء كان يدي لواحد عاوز يعمل مشروع، سواء كان واحد بياخدها يجوز بنته ولا ابنه وما شابه ذلك، بيقرضهم بكام؟ ب 20 ب 25%. طيب الفصل ما بين 18 وال 20 ده مكسب لمين؟ مكسب للبنك طبعا. طيب نفترض ان الراجل اللي انا اديت له القرض لا تعثر، يفضل يزود 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 عليه، فهذا ربا. طيب انا بقى كراجل واضع ب 18%، ما انت بتاخد الربا بتاع الراجل اللي حاطط، فتعتبر الواضع بالربا والمقترض بالربا، المقرض بالربا والمقترض بالربا. نعم نعم، هذا ربا يا استاذ احمد وليست مضاربه، لا تنطبق علي المضاربه. هات لي اي شيخ في العالم يقول ان اللي بيعمله البنك ده بعد الشرح والتوضيح ده مضاربه. طيب في خالد الجندي ومعز مش عارف مين والناس اللي قاعدين حواليه دول بيطلعوا يقولوا كده. لا قول له كده صراحه، هو لو قلت له البنك ما بيعملش مشروع، البنك بيقرض المقاول، البنك أيوه. بيقرض المقاول بس، يبقى قرض، يبقى البنك اقرض المقاول. طب اصل خالد الشيخ خالد الجندي بيقول يا شيخ احمد ان الله حرم الربا ولم يحرم اموال البنوك. ما هو ده لعب بالناس، ده انسان والعياذ بالله يعني بيحاول يلعب بعقول الناس. هذا يعني اخوف ما اخاف على امتي، يعني عالم عليل اللسان يجادل بالقران. هو له والله ما هو عالم، اللي بيقول لك قرات لا، بس هو عارف هو بيعمل ايه يا شيخ احمد، زي ما حضرتك بتقول. يعني هو مش جاهل بالامر وبيتكلم، هو عارف الامر وعارف. ما هو اللي بيحاول يغيب الناس ده لازم تبقى عنده المعلومه الصحيحه عشان يعرف يغيب الناس ويوديهم في السكه اللي هو عايزها. اصلنا لو قلنا ان هو جاهل يبقى خلاص بقى ملوش لازمه انه يتكلم. لو عارف المعلومه الصحيحه يبقى منافق. ايوه معلوم النفاق، لو يعلم، ولو يعلم يبقى منافق معلوم النفاق، وهو يعلم انه منافق. شوف، وهو يعلم انه منافق. لو كان يعلم الحقيقه، لو يعلم ان البنك لا يستثمر وان البنك لا يقيم مشاريع وانه ياخذ من الناس بالفوائد ويعطي للناس بالفوائد، فهو منافق ويعلم انه منافق. يا شيخ احمد، يا شيخ احمد، الشيخ خالد الجندي يعني ربنا يا رب يغنينا انا وحضرتك بالستر ويديم علينا نعمه الستر. الشيخ خالد الجندي عنده فلوس كتير في بنوك كتير، وعارف يعني ايه بنوك، وعارف يعني ايه، وصاحب قناه، راجل يعني صاحب قناه وبيقبض وعنده موظفين وبتاع والكلام ده كله. ربنا يزيد ويبارك للناس المخلصه ويهدي الناس الظلمه. طيب دلوقتي بقى كيف